هل أنا أوان طرح سؤال ماذا بعد ما أخمت ولا لسه بكير بتقديرك؟ لا يعني قبل أن نقول ماذا بعد باخمت، حقيقة ويعني أضم صوتي إلى صوت الأستاذ عبد الرحمن الضيف الكريم بهذه النقطة، زائدا مجرد أن لاحظنا طبيعة القتال أو الأداء الذي يؤدي به الجيش الروسي مع بداية الهجوم، قلت لك على شاشتكم الكريمة هنا أننا نحن في السنة الأولى من الحرب. لماذا أنا يعني من أين أتيت بهذه النظرة؟ أتيت بهذه النظرة بأن الحرب واضحة تماما أنها ستكون حرب استنزاف طويلة، حرب استنزاف. الآن أوكرانيا ماذا تفعل؟ هنا يعني أعود إلى كلام الضيف، الجيش الأوكراني يستنزف الجيش الروسي، ولو أحصينا الخسائر لدى الطرفين لوجدنا أن المنتصر جغرافيا هو الروسي، وهذا لا يعد انتصار في المعارك، عندما يكون الثمن باهظ جدا من الأرواح ومن الأسلحة ومن العتاد. فنجد أن الجيش الأوكراني الآن هو بحالة استنزاف لعدوه في باخموت. أنا أرى أن معركة باخموت لن تحسم، ومعركة باخموت ستطول بهجومات مضادة أوكرانية إلى أن ترهق الجيش الروسي وفاغنره في باخموت، قبل أن ننتقل إلى التصور أنه ماذا بعد باخموت. أها، شكلها الحرب صار اسمها حرب باخموت مش حرب أوكرانيا. حرب باخموت وهي حرب فاغنر، حرب فاغنر في باخموت. يعني إذا أردنا أي أن نركز الأضواء بأمانة على الحرب، لا الجيش الروسي حارب، التي حاربت هي فاغنر، والأرض هي باخموت، والسلاح هو سلاح غربي أعطي لأيدي مستعدة وماهرة وجسورة وقادرة على استيعاب هذا السلاح وخوض المعارك به.